انا وبسافر القاهره طيران، جاء الطيار بتاع القاهره قال لي يا حاج الضوي تعركب معاي في الكابينه قدام. ما انت معروف. معروفه يا باشا، خليني في الكرسي الورا. قال لي والله لا تركب في الكابينه قدام. ركبت في الكابينه، زي ما تقول الطيار جاله مغص. سكت انت؟ سكت انا. ما انت عارف. طبعا الطياره اللي هي الطياره زي، واخد بالك، انا متدرب على الطيران باربع غيارات. باربع غيارات دي خمسه، دي خمس غيارات. دي ركبت اديتها الخامس قبل مطار القاهره، ما قدرتش الم نفسي، لقيت نفسي في طرابلس. يا بني. طبعا اول ما البرج كلمته انا الضوي، قال لي الضوي جا، كلمه القذافي الضوي بتاع مصر جاي. معروف طبعا. معروف. ايه جابك يا ضوي؟ قلت له انا كنت نازل مطار القاهره بس الغيار الخامس ما قدرتش الم نفسي، نزلت في طرابلس. بعت لي الحرس بتاعه بنات، خدني على الخيمه وعزمني وذبح لي خروف وظبطت نفسي ورجعت.